السلام عليكم. المهم بعد ما تفتحوا الكونت بانكير ديالكم الحساب البنكي وتوفر عندكم رأس المال، المرة الخطوة الموالية اللي هي غادي نديرو كونت اي باي. نديرو اي باي، ندخلو موقع اي باي دوت كوم ماشي بوان اف ار، يعني باش نبيعو للناس اجمع، يعني الناس في العالم كامل والامريكان. بوان اف ار فقط هو خاص بفرنسا، كيبان عندنا داكشي بالفرنسية، أما بانكوم كيبان عندنا باللغة الإنجليزية. إلا بغينا نسجلو كنديرو ريجيستر، كنديرو الاسم الأول ديالنا، نحاولو أن المعلومات تكون صحيحة، يعني ديالنا الاسم الأول، الاسم والكنية ديالنا، الاسم الثاني، كنديرو هنا الإيميل، كنديرو هنا الباسورد ديالنا، وكنديرو كريت أكاونت. كنعتذر لكم بالنسبة ليا أنا مغاديش ندير أكاونت، ماشي بحاجة ليه، زائد أن السياسة ديال إيباي ولات متزمتة بزاف. غادي نحاول نشرح لكم في واحد الكونت يعني كان عندي شحال هادي، يعني باقي جديد، ما عمري ما حطيت فيه شي حاجة، وإن شاء الله غادي نعاونكم فيه. بالنسبة للناس اللي كتسول واش بيزنس أكاونت ولا بيرسونال أكاونت، إلا بغيتي دير بيزنس أكاونت فراه لا مانع، يعني تقدر دير بيزنس أكاونت. أنا كنفضل أنكم ديرو بيرسونال أكاونت، ملي دير بيرسونال أكاونت حولو البيزنس أكاونت، فمن بعد ما كتحط اول ليستين ديالك هو كيتحول تلقائيا للبيزنس اكاونت. المهم من بعد ما كندخلوا للستور ديالنا كيجينا واحد الايميل ديال كونفيرماسيون من عند اي باي، كنكونفيرميو بلي راه الكونت ديالنا، كنتوكلوا على الله عادي، يعني كندخل من بعد ما كندخل المعلومات وداكشي ديالنا عادي. المهم كنجيو لهنايا كندخلوا، كنلقى هادي هذا هو الاسم ديالي، هذا هو اسم الستور ديالي، هادي الصوره بيان سيغ كتلقاو هنايا، الا كنتو مراكو كتلقاو مراكو على حسب الدولة ديالكم. كتلقى هنايا لاداط اللي درتو فيها هداك الاخر، انا درتو في 7/2018. بغيت نبدل على الصورة فقط كنبدلك على ايديت، كنبدلك هنا الصورة ونقل ندير هنايا الصورة. بغيت ندير هنايا واحد ديسكريبشن، معنديش مشكل. بغيت ندير هنا واحد الكوفر، معنديش مشكل، يعني نقدر نديرهم عادي. فاش كنسالي كندير دون ايديتين. من بعد الا بغينا نديرو ريكويرمنت كندوزو، كنمشيو لهنايا ماي اي باي، نمشيو لاكونت سيتينغ، يعني نضبطو الاعدادات ديالنا. كنجيو لهنايا كنهبطو كنقلبو على سيت بريفيرنسز، هنايا كنجيو كنهبطو بيان سور هاد الاعدادات من بعد غنرجعو ليها، ولكن الاعدادات المهمة عندنا غنأمنكم. كنشوفو هنا فيا ريكويرمنت، يعني الناس اللي غادي تشري من عندي كنعطيها، يعني كاين شي باير كنحبسهم باش ما كاين بزاف اللي كيبغيو يسبام يسكاميوك، كيبغيو يعني يشفروك بالعربيه. هنا كندير لهم هاد الباير داك ميمات باش كنحبسهم. قال لك هنا باير ويت ان بايت ايتم ستراكس، يعني الناس اللي ما كتشري من عندك وما كتخلصش فكتبلوكيها. يعني هنايا غتلقاو بيان سيغ اعدادات مبدله، فقط هنايا كنديرو جوج ديال المرات انه يشري وما يخلصش، وكندير هنايا 6 شهور. عاوتاني هنايا كنختار بلوك بايرز، هادوك الناس اللي مبغيش يعني كاين شي دول ما كنبغيش نصيفط لهم انا السلعه، فانا كنكونشي عليها. بيان سور كتكون في البيزنس بوليسي ديالي في شيبين، كنكون انا حابس هذيك الدول، يعني ما غاديش نصيفط لهم السلعه اصلا، كتبلوكيه ما يشريش من عندك. هنايا عاوتاني الباير اللي عندهم نيجاتيف فيدباك، اي واحد عنده ناقص واحد من المجموعه ديال الفيدباك فانا كنبلوكيه ما كيشريش من عندي. زائد ان هادوك البايرز اللي كيتزايدوا على المنتوجات ديالي وما كيخلصوهمش فراني كنبلوكيهم، الا دارها الا عشرة من عندي جوج مرات وما خلصش. وبالتالي كنبلوكي هادوك الناس اللي انا باغي نبلوكيهم، يعني مثلا كيسولني ولا شي حاجه فراني كنبلوكيه نهائيا، ما يبقاش يسول فيا، يعني كنبلوكيه. زائد انني هذه هي البلوكت ليست، يعني كنجي لهاد البلوكت ليست وكندخل الاسم ديالو هنايا وكندير سابميت فوالا، يعني ما يعاودش انه يشوف ستور ديالي، عمرو ما يدخل ستور ديالي، عمرو ما يشوف الايتمز ديالي اتسيتيرا. بالنسبه ليا الاعدادات راهم مهمين بزاف، انهم كيعاونوا خاصه اني في ايباي كيكثروا الناس سكامات، كيكون كيصوروا من الصعبه كتوصلوا السلعه تيقول لك انا ما وصلتنيش، كيقول لك وصلتني مع نساء اتسيتيرا. كاين اللي كيدير هادي هكاك بالعاني باش يشوف الايتمز فابور.